الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وعين كل احترنا باب سنن الفطرة سنة ياشا فطرة باب كي كورمائي وعين شغنا كلمة الفطرة إن لغم عنيي السنة ولماذا بدن كودنا السيدة سيكون معنا إيان أرهار مركة حديث كان بابك كو قرانا يكسو عرورته أي سنن الأنبياء وطريقتهم وحكرو الفطرة لقوم معنا الدين وحكرو الخلقة المبتدأة وأبورك الله بلاوي ومدكو الريان وشيرين والله نوعي waxa saaran nidi marka xadiithan ku soo aroorto waxa ugu fiican in la yiraado fitradu oo waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka uu ku beeray ee dabci uga dhigay inay sameeyaan waxa sii ah inay karaayeystaan wixii jirkooda ku yaala oo aan quruxda kamid ahayn ay karaahiyatu ma fi jasadihi mimma huwa laysa min zinatihi وقضبو قفكو هدي وصمييو يفعل الله هدي ولي مادو قفكو دميستر مايو يكمل بها المرء حتى يكون على أفضل الصفات صفات كأوان أكسان يقف حقا تشيركا وياشانا وكو قاريو كو أصال إرادا خصال الفطرة أما سنن الفطرة وعن زكريا ابن أبي زائدة عن مصعب ابن أبي شيبة عن طلق ابن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت وحيت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاه عشر طبا من الفطرة أبورك يخي القد ونكسن دمائسك تربي كمديهين قص شارب شاربها قوينتو دواء عفاء اللحية قرك سيدين تيسه والسواك عضي الشدى واستنشاق الماء به القصة دار صدى وقص الأظفار عديه إن لتشروح وغسل البراجم كالقويسية فراها إن لما يروح ونطف الإبط كالإنكلاذة تميدة إن للرفوه وحلق العانة التماه وسإن لحيره وانتقاص الماء بيه إن لقو استنجوده يعني وحوشي ذا الاستنجاء قال زكريا وحري قال مصعب ونسيت وان الا بالعاشره تتطرناد الا ان تكون هنا ياتم وين المضمضه لغلق الشذا ادام استنشاق الى الشهي صندار سي الشهي رواه احمد ومسلم والنسائي والترمذي وهي حديث كان سوار كيس مسلم بكجراء حديث البخاري وريا مسلم وريانا وحاس صلاين تاع حديث صحيح وحلقة سوريبة يا حديث أي ماذا قاركود يكون قبصدين وهذا الحديث من الحديث التي انتقدت على الإمام مسلم رحمه الله حديث الإمام مسلم لقو قبصدين وحديث كان وكمدي هاي أي ماذا مركا كو قبصدين وحكمدا الإمام الدارقطني كتاب كيس الإرادة التتبع والإلزامات وعطينا مركا حديث كان إنه حديث منكر أو ضعيف سأسوك لكتاب كيسا العلل وحانا حديث كان علية أو ضعيفية مسلمة كبتر بها كبار الأئمة أئمة واوين سيدة الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكذلك الإمام النسائي عله بالوقف وحلوى هذا كان وهذا الكي طلق ابن حبيب ما هذا النبي عليه الصلاة والسلام حديث كسرت كيسا وحا كتيرا مصعب ابن الشيبة وقد تفرد برفعه إن هذا النبي قال لقد قد يساق أيها لك اليوم روادك لوحي وريين يساق كبث قيساني أما لقد كرسوني ذا بدأي حديث كان يساقه موقوف سليمان التيمي يا أبو بشر جعفر بن إياس روى هذا الحديث عن طلق كان يقال
xadiidka waxay ka wariyeen Talq ibn Xabiib isagoo leh kaana yuqaal waxa la odhan jiray wahumaa ahbatu min Muscab Sulaymaan Taymi iyo Jacfar ibn Iyaas Abu Bishr labada waa laga kalsooni badan yahay Muscab ibn Shayba waayo Muscab ibn Shayba aimada qaar baa daciifiyey sida Imaam Axmed oo kale saaxibu manaakir inuu yahay ayuu sheegay wacadda hada alxadiid min manaakiri xadiidkana waxa uu ku tiriyey xadiidka uu ku khaldamay wakadalika ibnu manda marka xadiidku sanad ahaan waa u daciif laakiin xadiidku wuxuu leeyahay xadiid kale oo Umar Khaatib furayso qodobada lagu sheegay dhammaantood xadiid kale oo saxiix ah ay ku soo arooreen marka laga reebo qaslul baraajib mayrista kala goysyada farax iyada xadiid saxiix ah oo ku soo arooray ma jiro waxaa sayida lafteeda Umar Khaatib furaya cumumaatul adilla addaalati calaa nadaafati albadan adilada guud ee tilmaamaysa jirka in la nadiifiyo albaraajim aslu lbaraajim wa alcuqad alatii takunu fii duhuuri lasaabic waa laabatooyinkaa faraha xaggooda sare ee buuran ayaa baraajim la yidhaahdaa burjuma ayaa midda qurana la yidhaahdaa waxaa kaloo luqada carbeed ku jira wax loo yaqaana arrawaajib arrawaajibna waa maa bayna albaraajim arrawaajib waa maa bayna albaraajim waa liidliidka xubinta afarta dusheeda sare ku yaala ayaa rawaajib la yidhaahdaa intaa buuran ee markaa xubinta dusheedaana waxaa la yidhaahdaa baraajim baa la yidhaahdaa marka sababta si gaara loogu sheegay in la maydho waxa weeye waa meel kala goysa jeexjeexyana leh uskaga markaa uu ku ururi karo walihaada waxaa looga qiyaas qaadanayaa meel kasta oo laabata ah ama kala goysa amabase jeexjeex leh oo uskaga u geli karo xadiidkan qodobada lagu sheegay qaarkood waxay nagu soo mareen afar ka mid waxay nagu soo saddex ka mid waxay nagu soo mareen xadiid ka hore qasu shaarib iyo natfu libti wa taqliimu ladfaar kuwa kalena xadiid kale oo qaarkood ay noo soo socdaan ayay ku jiraan baabu lkhitaan hada kani baabu bayaani xukm alkhitaan ama axkaam alkhitaan gudniinka axkaamtiisa caddayntii la caddaynayay ayuu baabkani ku saabsan yahay marka alkhitaan waa ficlu lkhaatin oo qofka shaqadaa qabtaa waxa uu qabto ayaa magacaa la yidhaahdaa can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalam qaala wuxuu yidhi ikhtatana waa isguday ibraahimu ibraahim khaliilu raxmaan allah raxmaankaa khaliilkiisa ahaa bacda maa atat calayhi markii uu gaadhay dabadeed 80 sana 80 sannadood wakhtatana wuxuu isku guday bilqaduum buu isku guday haddii waxa weeyaan la khafiifiyo waa aalada ama qalabkii uu isticmaalay waana aalatu najaara gudin ama miinshaar baa la odhan karaa bilqaduum haddii la yidhaahna waa ismu makaan waana tuulo ku taala dhulka shaam waxaana uu rajaxa alxaafid ibnu xajar macnaha hore waalqaduum in looga jeeda alaala qalabkii uu isticmaalay inuu magacaa lahaa saasoo kale annawowi raximahu llahu tacaala wuxuu yidhi alakharu cala altakhfiif wacala iraadati alaala kitaabkiisa almajmuuc culimada badankoodu alqaduum waxay akhriyeen isagoon shad lahayn waxaana yidhahdeen waxaa looga jeedaa aaladii uu isticmaalay ama qalabkii uu isticmaalay wakadalika alkhataabi oo labadoodaba ka horeeyey kitaabkiisa la dhaha islaaxu khalat almuxadithiin qaala ibnu lqayim raximahu llah huwa saxiix alqaduum inay tahay bitakfiif bilaashad inay tahay loogana jeedo qalabkii uu isticmaalay mutafaqun calayh ila ana muslima lam yadkur isiniina
waxa wariyay imaamu axmed bukhaari iyo muslim laakiin muslim ma sheegin buu ihi sanadada sida saxda imaam muslim raximahullahu tacaala laftiisu waa sheegay sanadada alkhitaan asalaan wuxuu ka yimi khatana macnaheedu yahay qaطca waxaana looga jeedaa in qofka markaa cawradiisa wax ka mida la jaro taas ayaa khitaan la yidhaahdaa ficilka markaa uu sameeyo qofka wax gudaya khitaan waa la yidhaahdaa wakadalika mowdicu lkhitaan meesha wax laga jiray lafteedana magaca waa loogu yeedhaa xadiidka saxiixiga ku jira waata ku timid altaqa alkhitaanaan alkhitaanaan waxaa looga jeedaa mowdicu lkhitaan ama meeshii khitaanka ama gudniinku uu ku dhacay xadiidkan wuxuu tilmaamayaa nabiyullaahi ibraahim waa khaliilraxmaan khaliilraxmaan alkhaliil asalaan waa asadiiq alkhaalis aladii balagat maxabatuhu khilaal alqalb waa ka cid aada u jecel ilaa jacaylkiisu markaa qalbiga si fiican uu galay oo uu gaadhay qalbiga baatinkiisa ama guntiisa u dhaadhacay markaa nabiyullaahi ibraahim maxabada ilaahay subxaana watacaala u hayay darajada u sareysa ayuu ka gaadhay ilaahayna subxaana watacaala nabi ibraahim waa jeclaa sida ilaahay qur-aanku sheegay watakhada allahu ibraahima khaliila ay jacalahu safwatan lahu ilaahay wuxuu ka dhigay mid uu doortay oo si gaara uu u jecel yahay nabiyullaahi ibraahim oo khaliilraxmaan ahaa 80 jir isagoo ah ayuu isguday xadiidkan waxaa daliishaday culimada yidhi khitaanku waa waajib waana sida alcilmigu u badan yihiin rag iyo dumarba waajib buu ku yahay culimada yidhi ayaa xadiidkan daliishaday waxaana la isku waafaqay inuu ahaa nabiyullaahi ibraahim awalu man ikhtatan qofkii u horreeyay isguday inuu ahaa nabiyullaahi ibraahim nebigu wuxuu noo sheegay inuu isguday ilaahayna subxaana watacaala wuxuu amray nebi maxamed inuu raaco milladii iyo diintii nebi ibraahim an ittabic millata ibraahima xaniifa khitaanku waxaa kaloo uu ka mid yahay shacaa'irta islaamka astaamee diiniyada diineedyada diinta islaamku ay leedahay oo haddii la helo dad meyda oo dhintay oo laga dhex helo qof maktuunah iyo kuwa aan maktuuniin ahayn oon gudnayn kaa gudan ayaa la maydhaya laguna tukanaya waayo astaantii diinta islaamka ayuu wataa ta kale khitaanka ama gudniinku haddaanu waajib ahayn lamaa jaaza kashfu alcawrati min almakhtuun qofkan la gudaya dee qofka gudaya waxay noqonaysaa cawradiisii inuu marada ka qaado iyo inuu eegaba haddii markaa aanu waajib ahayn sidaasi may bannaanaateen in qofka cawradiisii la faydo weliba la eego waxaa kaloo inuu ogsoonahay khitaanka waxaa ku jira dee qatc qofka jidhkiisii wax ka midaa la jaraya marka iilaamu sabiyi wa qatcu cudwin saliimin min badanihi baa ku jirta in la xanuujiyo ilmi yara ama qofkii la gudaayay oo qayb caafimaad qabto oo xanuun awgii aan loo jarahayn oo jirkiisii ka midana la jaro haddaanay waajib ahayn taa lafteeduna may dhacdeen khitaanka markaa ragga iyo dumarka labadaba waajib ayuu ku yahay ka dumarku wuxuu ku dhaboobayaa maa yasduqu calayhi alismu wax allaale wixii magaca qaadan kara ka ragguna waxa uu ku dhaboobayaa in daboolka la wada jaro sida fuqahaaulislaam ay u badan yihiin axaadiis markaa si cad u amraysa khitaanka ama gudniinka ayaa jirta axaadiistaasi qaar ka mid waa inoo iman doonaan mayse ansixin axaadiistaasi walihaada ayaynu ku gaabsannay xadiidkan abi hurayre ee ka waramaya in nabiyullaahi ibraahim uu isguday waxaa kaloo xadiidku uu tilmaamayaa khitaanku inaanu ku dhac ahayn inuu qofku qof weyn uu noqday oo qofku haddii aanu makhtuun ahayn mid gudan ahayn inuu isgudo ayaa waajiba ama qof weyn baa duu doonayaa noqdee waa isku khilaafan culimmadu waqtu lkhitaan goorma ayaa waqti u ah gudniinka oo aan la dhaafin karin ma jiro wax daliilo oo xadiday
الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى وحيد هذا ليس في الختان نهي ثبت ولا لوقته خبر يرجع إليه وقت الذي يدعو ليريا ليس قد المجرد تاوي حكور الدريع لماذا قار كودو يري المها يري يوم الصابع مالك التطبات وحي كور ريا إلا قدوا مكروه كرا هذا السنة واحد دليلو هاي لا داي مجرد ماركو نشبه ديو حميلي كرو حالة ديس مناسب هذه لقودة على نباتك سوغادة هاي الوال لقودة كرا وقت دليل صحيح وكسو عروري والله نقضه والله أستيه ختاك مجر تبول ولا لوقت خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع وتستعمل أشياء على الإباح وكاسية هو اسكم مباح وحق وقتك مركا لقى إيقو وقت ولا الله الصميه بواب بنايه ولا يجوز حذر شيء منها إلا بحجة ولا نعلم مع من منع أن يختن الصبي لسبعة أيام حجة قلوا إنك يريد عروت يريد يقول تدبتشيرا لقم الصمين كرو واحد دليلوا إليهين ومعوقين بوهيني وحسعوا لماذا يبدأيهين إلما هي المركة لقارة وقتك صلاة وتكلها وقرات صدو إن مركة لقدسة دهارة دي سعيو دماء استرانتو لكن وقتك وحواتي من أيام تيران وقتك لفتي سوح دليلة وسيجار هو أتمنى يا مجره. وعن سعيد بن جبير قال وحولي سئل ابن عباس عبد الله بن عباس بالويدي مثل من أنت قف كيباد لك حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى أي مركي وقيريود معنى يمسكر باضي تذكر هذا الشوق قف كيباد سكداء هيدين وتكون قياسا هنا سكداء هيدين قال وحولي أنا أنه يومئذ مال كمخطور وحنا عامد جداً وكان وحي عيان مسلمين تي وقت جات شو جي لا يختنون كوان جدين الرجل نينك حتى يدرك إلا أجرات صلاه أي حتى يبلغ وقت الإدراك بل وحنا لو رنكر على كانوا حوجة كذا الإدراك وحوجة كذا البلوغ حتى إلا وقان قال ويستاذ حينك كنت على عبد الله بن عباس رضي الله عنه مركي النبي عليه الصلاة والسلام ودنتي قان قارب كدوا وقد ناهزت البلوغ يومئذ واكلها مالك قان قارب ودوا وقتها سنوحا وقتي قريد النبي عليه الصلاة والسلام يسود واتسا سرولها مركا ما قان قارب وما قان قارب كي يربو لصارع رواه البخاري وهي حديث كانين لفتي سوح تلمام اياه وقت مركا قارة ولو معينة ولو استيجي قدنينكو إنانو تشيرين لكن سي قفكو مركو قان قارة إلا الصلاة دي باكوة تيبايسا عن لغاية وضهارة دي ختان كاما قدنينك لانتي نادا ما استرمين إن مركا لقودو مركا قان قارة وقان قارة وقيران عرو لغافل وعن ابن جريج قال وحيري أخبرت وحليق والرمي عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جدي أنه جاء ويمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ولي قد أسلمت وان إسلام قال وحيري ألقي عنك إسكتور شعر الكفر قال لما تميه إسكتور معنى تميه الله إذ مركض قال كايد إسكتور معنى إسكحير يقول وحيري هاي وجه هذا إحلق حير والقي بمعنيد وحلق وياه قال وأخبرني وحول شيء آخر ومتكلة ومعه استقل السعودي أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وقال إنه اللي آخر متكلين وكويري ألقى عنك إسكحير شعر الكفر اتماها كفر قال لماذا واتميها الله إذن مركض قال كايد واختتن وإسقد رواه أحمد وأبو داود حديث كانوا حق صاروري الأمر بالختان أمر ليس أمري إسقدتان كواختتن waxaan dareenshada culimada yidhi marka xitaanku waa magudniinku waa waajib laakiin hadithku waa dhaif oo sanad ka inta uu sheekhu inaga tusay ayaabay ka muqataa oo sheekhu ibn jureej lam yusam ibn jureej cidda uu ka warinayo mu magacaabin akhbirtu bulay waxa la iga waramo la iga sheegay cidda uga sheegtayna ma sheegin saaso kale Usayn ya abi يا أوجي صدق دبوا مجهولون وقوان لجرناهين قفان لجرناهين حديث لجمقاته
باب أخذ الشارب شاربها تشريستود وبابي وعفاء اللحية يقرك سيدينتيس عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال وحويلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحويلي من لم يأخذ ضفك وحكة شارين من شاربه شاربه فليس منا نقا نقا مدمع رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال حديث صحيح حديث كوحد للشذيع لماذا يريه الأخذ من الشارب وواجب شاروها إلا شراوة واجب وأنا مذهب كوكت جاي ابن حزم وكذلك الظاهرية وكذلك ابن العربي ورانا واشاقني إن مذهب كاسوية مذهب كالصحراء وشاروها تشريستود أي واجب توصلنا قرآن عنسى جمهور تلادين وعلى تحوتين يا حديث كلا اعتراض أبدا أيضا وكسا أروري أمر ليس أمر إيه شاروها إلا شراوة وهي كم يدين كوان سوى صعودة وعن أبي هريرة قال وحدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب شاربها تشارا قسية وأرخ اللحاء قركنا سيداية خالف المجوسة دبك كوى عابد خلاف رواه أحمد ومسلم والمجوس وحيعان كوى عين ورير فارسها إن قركا إسكحيران شاربان سيداية لأنهم مسلمين تأدياتين خلافه شاروبانا شارا قردكنا سيدايا صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحد خالف خلاف المشركين مشركين وفروا لحا قردك بديا وأحفوا الشوارب شاروبانا شارا متفق عليه زاد البخاري بخاري وحو زياديي وكان ابن عمر عبد الله بن عمر روحا إذا حج مركو حجي أو اعتمر أما عمره استو قبض وحو قعنتي سكو قبنجر على لحيتي قركي سوساسو قبنجر فما فضل قبشد وحي ليرات كنقضي على الكاكا صبحا أخذه أي قطعه وشري شري عبد الله بن عمر رضي الله عنه ويحدثني وهي أمرتي لبا الرمود أرغي كوبات وإعفاء اللحية وسيدين تقركة أرنت لبادنا وإعفاء الشوارب وشاربها تشريستونا هذين تقركة كور رينو سنن الفطرنا لغد ري وهي علماء الإسلام اسكوا وافقين علماء فربضاني اسوافقوا دا أي قصور رين وأي قصور نقليين على أن حلق جميع اللحية على أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز قرق أردن إلا حيراء لملدياء إني حارانته وأنا بنانين وإن لم يتعقفك أو تركيسي وحكم إذا تشري أما قفك لك تشري أما أن أولاد أما ميت بانه علماء الصور نقلية وحكم إذا ابن حزم كتاب كيس مراتب الإجماع شيخ الإسلام ابن التيمية رحمه الله تعالى أرنتك جمد بتجين وأي حديث ترد بدن النبي جن محمد عليه الصلاة والسلام كسو عرورتي وحي أمر كوب حسي قرك إلا سيدايو أعفو أوفو أرخو أرجو وفرو شمت أريب النبي عليه الصلاة والسلام استعماله شن تبنا واحد تصينيان قرك إلا بديو وننكا قركي ستما بداني أيكويا لا ردي الله سبحانه وتعالى وكسو صاره هذه مركا قف كتير قركي سو حيراء وملديو وحباء وكجت تجنب لا قليلا ولا كثيرا إن يري إن بدن طارة وحنقون يقف خلافي أمر ردا النبي عليه الصلاة والسلام كلا النبي عليه الصلاة والسلام حلو مجوز خلافة وكذلك مشركين وعان كوها قرك إن الحيران شاروبان سيد دايان ونقون يقف نبي محمد خلاف مشركين تي مجوسنا وافقين ونقون يخالف المشركين وفروا اللحاء نبي محمد وحل اسكو وافق سيهي إنو الله قروين إنو الله ومرك السلاة دو التكن يقف كدبتها قني
dhaqdhaqaaqiisa uu dareemayo markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam qur-aan uu akhriyo oo muslim wuxuu saxiixiisa ku wariyey marka sifadii nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadu ay ka warramayeen annahu kaana kafa lixya, inuu ahaa nebigu gadh weyn oo cufan mid leh. Wa fii sunani imaami nasaa'i kahiira lixya, mid timaha gadhka kaga yaalla aaday u badan yihiin inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ahaa ayuu tilmaamay. Markaa qofka gadhkii iska xeera iska muldhiyaa qof nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam khilaafay buu noqonaya, arrintaasina waa dembi weyn weeye. Gadh markaa maxaa la yidhaahdaa? Gadh waxaa la yidhaahdaa magacan allixya asal ahaan xaguu ka yimi. Magaca allixya wuxuu ka yimi cadmulxanak, lafta ay ku yaalaan ilkuhu. Markaa lafta wixii tima ka soo baxa iyo lafgareedda taa la yidhaahdo, intaasi ayaa gadh la yidhaahdaa. cunahan iyo wixii ka soo baxaa isaguo gadhka ka mid maaha, laakiin in layska daaya ayaa fiican. Ee nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu xiiray lama sheegin. Waayo taas waa taa iyadoo gadhkii la muldhiyo la xiiraama banaana. Halka wuxuu ku sheegay sheekhu cabdillaahi ibnu cumar markuu xajiyo ama uu cumraysto in uu gadhkiisa qaban jiray oo qabashada wixii dheeraad ka noqda deetana uu jari jiray. Masaladaas waxay keentay hadal ku saabsan haddii qofku gadhkiisii timo badan uu kaga tago, timo badan ay ku yaalaan oo aanu timihii ka wada jarin, oo garhkiisu uu yahay lixya waafira kathiiratu shacr, oo amarkaa nebiga u hogaansamay wafiru lixa ah, waa garhka badiya timihiisa dhammaystira, arju min alirjaa, waa macnaa ha xiirina oo ha muldhinina, wafiru min alkathra watamaam farabadiya, acfu alicfaa oo bimacna alkathra iyaduna xataa idaa cafow ay kathuru, cafa allahu can fulaan ay taraka allahu cuquubatahu. Hadduu u hogaansamo oo garhkiisii timo badan uu kaga tago, wax ka mida ma ka jari karaa? Wax timi gara ka mida ma jari karaa markuu timo badan kaga tegay dabadeed? Culimada qaarkood waxay yidhaahdeen mayama banaana taasi, waxba lagama jari karo garhku, waa intaal haba dheeraadabe. Shanta erey ee nebigu uu ku isticmaalay siideynta garhka iyo badinta timihiisa, arrintaasi markhaati uma noqon karaan marka laga reebo acfu, iyadoo laba macno kule fi luqati alcarab, bimacna tark iyo bimacna alikthaar, ka tegis iyo badin. Marka iyagu waxay qabsadeen macnaha, waxay ku fasireen acfu bimacna utruku, waana macno waxa weeyaan luqada carabeed kelmaddu ay kuleh, laakiin macno labaadna way leedahay, bimacna akthiru ya farabadiya. Waafarta ereya kale nebigu calayhi salaatu wasalaam ku isticmaalay garhka waafaqsan. Culimada qaarkoodna waxay yidhaahdeen yajuusu akhdu shay'in minha maca tawfiiriha wa irkhaa'iha, garhka wax ka mida waa la jari karaa, laakiin goormaa la jari karaa? Oo marka in badan lagaga tago iloo hogaansamo amarada nebiga calayhi salaatu wasalaam. icfaaga xadiidka ku soo aroorina waa bimacnaa yaati bimacna alkathra xataa idaa cafu ay kathuru ilaa ay farabateen. Marka acfu macnaheedu waa akthiru badiya timaha garhka, timo badan kaga taga. Marka hadduu timo badan kaga tago, wixii timaha badan dheeraadka waa iska jari karaa bay dhahe. Ta kale waa arrin ay sameeyeen cadadu min asaxaaba, tiro saxaabada ka mid cabdillaahi ibnu cumar, si aad arkaysa lamana odhan karo arrintani xajka iyo cumrada dhexdeeda ayuunbay banaantay. Ibnu cabdilbar siduu yidhaa markuu sharaxayo atharka cabdillaahi ibnu cumar, wuxuu yidhaahdaa wixii xajka dhexdiisa ama cumrada dhexdeeda banaan, law kaana kayra jaa'izi maa jaasa fi lxaj, garhka in wax laga jaraabo haddaanay banaanayn
xajka dhexdiisa arintaasi may banaanaateen, walaa fi lcumra cumro dhexeedna may banaanaateen arintaasi. Wax banaanun baa la sameeya xajka dhexdiisa iyo cumrada waxa weeyaan dhexdeeda. Wakadalika abu hureyra radi allahu canhu saasuu yeeli jiray, waxaanay u badan yihiin garku markuu qabdo gaado qabda uun in wax laga goyn karo, laakiin inta aanu qabdo gaadhin waxba lagama jari kara bay leeyihin jamaahiru lculamaa ama alcilmu saa u badan yihiin, minhu imaam malik waaxmed wagayruhum, wakadalika shekh lislam ibnu taymiya ibn cabdilbar iyo axad min asaxaaba oo arinkaa taxriimiya ama xaaraantimeeyena ma jirto. aima markaa le waxbabayaan laga jarina waa jira. alimaam nawowi baa ka mida sharxu muslimki iyo majmuuca labadaba wuxuu idhahdaa walmukhtaaru tarku lixyati calaa xaaliha waanlaa yutacarada laha bitaqsiiri shayin aslan. qaala fi lmajmuuc wasaxiixu karaahatu lakhdi minha mutlaqan. kadalika aimadii casrigan sida sheekh ibnu baas iyo ibnu lcuthaymiin iyo iyagana saas ayuu madhabkoodu ah. calaa kulli xaal marka la eego soomaalida waaba ku yaryahayba qof garhkiisu qabdo uu gaadhaa, marka iyagu muranka waaba ka baxsan yihin baa la odhan karaa. horta bal qabdaha gaadho, markaasaa laga wada hadli doonaa garhkaagi. qabdaba ma gaadhaba, haddii gacanta lagu qabto oo ku yaryahayba, ragga halkaa fadhiya iminka baleeya garh kale, nin garhkiisa ay wax ka soo hadhaya markuu saa u qabto waa ku yaryahayba. marka halkii la ysku haystay mabaynaan gaadhin ba inagu, markaynu gaadhnaa waynu ka hadli doonaa. inta ka horeysa garhkaagu garhkii badnaa ma aha, garhkaaguna garh badan inuu noqdaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku amray, isagoon badnayn haddaad wax ka jartana nebigii calayhi salaatu wasalaam waad khilaaftay oo amarkiisu waad baalmartay. ashawaarib nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku isticmaalay maruu ka hadlayay laba erayo kala duwan, qasu shawaarib markuu ka hadlayay sunan lfitra oo macnuhu noqonayo qusayn af soomaali gaabin. riwaayaadka qaarna waxaa ku soo arooray axfu shawaarib, ixfaaguna waa in gunta laga maro waxba aan lagaga tegin. walihaada culimmadu way isku khilaafeen, shaaruwa miyaa la gaabinayaa mise waa la xiiraya waa la muldhinaya. culimada qaarkood waxay qabsadeen riwaayadda odhanaysa qasu shawaarib in shaaruwaa markaa la xiiro oo la muldhiyana aada bay u diidi jireen sida imaamu maalik oo kale. culimada qaarkoodna riwaayadda odhanaysa axfu shawaarib sida imaamu axmed oo kale raximahullahu tacaala waxba meesha kagama tegi jirin. sida saxdiina waxay tahay jawaazu lamrayn, labada arrimoodba inay bannaan yihiin, alqasu walixfaa, in la gaabiyo oo meesha wax lagaga tago iyo in la wada xiiro oo la muldhiyo, labada arrimoodba waa jaa'is jamcan bayna riwaayat iyadoo riwaayadka xadiidka la jamcinayo. baabu karaahati natfi shayb, cirada rifitaankeeda la rifo karaayeysiga la karaayeystay buu u baabiyaha. yacni ciradu meeshay doonaysaa ku taalla ama madaxa ku taalla ama garhka ama meel kale oo qofka ka mida oo meelii timaa ka jara la yidhi aan ahayn. can camri bnu shucaybin can abiihi can jaddihi ana nabiya sal allahu aleyh wasalam qaala, wuxuu yihi laa tantufu shayba, cirada ha rifina, fainahu nuuru lmuslim, muslimka nuurkiisii weeye. maamul muslimiin ma jira muslim yashiibu ciraysta shaybatan ciro fi lislaam islaamka dhexdiisa ilaa hadduu jirana kataba allahu ilaahay waa qora lahu isaga bihaa sababteed xasanatan ajar buu qoraa, warafacahu kor buu u qaadaa ilaahay muslimkaa ciraystay bihaa cirada sababteed darajatan darajo, waxata canhu ilaahay subxaana watacaala waa ka dhaafaa waa ka ridaa bihaa sababteed khatiyatan gaf iyo dembi uu galay. marka xadiidkan waa xadiid saxiixa walahu shaahid min xadiid abi hurayra laa tantufu shayba fainahu nuuru yowma alqiyaama, cirada ha iska rifina waayo qofka muslimkaa nuur bay u tahay maalinka qiyaama. ibnu xibaan baa wariyay bisanadin xasan. inta kalena xadiidkan uu kalamidi waxaa la mid a xadiidka fudaala ibnu cubayd marfuucan ashaybu nuurun fi waji lmuslim, ciradu waa nuur ku yaalla qofka muslimkaa wejigiisa, faman shaa falyantuf nuurahu, qofkii doonaya nuurkiisa inuu iska rifo daa iska rifo. ibnu cadiya baa wariyey fi lkaamil wakadalika albayhaqi fi shucab shucab liimaan isaguna waa saxiix.
culimadu waxay u badan yihiin cirada in la iska rifaa inay tahay makruuh. waxaana mooda wallahu aclam taa inay ku dhisayaan waxa lagu sababeeyey, waxaa lagu sababeeyey inay tahay nuur, dee nuurka qofkii la hadhaya oo sida u fiican kii iska rifaana, dee isagunbaa wanaagga ay siseejiyey, laakiin wax khalad iyo xaaraan kale u galay ma jirto. saasay ku fasireen culimada badankood. alimaam nawawise raximah llahu tacaala wuxuu yidhahdaa markuu soo raro shaaficiyadu inay saa ku tageen in goynta ciradu ay tahay mid makruuha, wuxuu yidhahdaa haddii la yidhahdo waa xaaraana arrintaas sidaa saxdaa kama foga, waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam dee si cad buu u nahiyey. nahyigana waxaa asaloo inuu faa'iideeyo taxriim, xaaraantimeyn inuu faa'iideeyo. qofka muslimkaa cirada inuu karaahaysto u dhibsado maa mar hadduu islaamnimada dhexeeda ku xiraystay. dhinac kale haddii laga eegana qofka digniin bay u tahay, oo waxay calaamad u tahay sida qaalibka ama xaaladda u badan tahay taqadum alcumr, qofka cumrigiisa inuu horu maray oo dee qofku qof daa inuu noqday, markaa digniin bay u tahay qofka. waxay u tahay xusuusin la xusuusinayo, diyaar garow iyo say qaadasho, waana nuur ayay qofka muslimkaa u tahay yowma alqiyaama, saa uu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam. waana arrinkaa qofka loogu dembi dhaafi oo waxay naftu jeceshahay ma aha. qofku haddii uu ku sabro uu iska daysto in ajar looga qorayo, dembina loogu dhaafayo, darajana kor loogu qaaday uu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam. baabu taghyiiri shayb, cirada bedelisteedii buu baabiya bilxinaa, xina lagu bedeliyo walkatam, geed katamka la yidhahdo, iyo wanaxwihima kuwa shabaha wakaraat sawaad, iyo madow in lagu bedelo karaayeysiga la karaayeystay. markaa markuu sheegay cirada inaan la rifin iyo deynteeda in ajir laga helaayo, waxuu raaciyey baabkan ka waramaya taamcaneedu inaanu ahayn cirada sideedaa loo daayo, aan midabkeeda la bedelin, ee ay bannaan tahay cirada midabkeeda in la bedelo, xinno iyo katam iyo wixii la mida in lagu bedelo, hase haatee la diiday in la madoobeeyo. can jaabir ibni cabdillaahi qaala, wuxuu ihi jiyaa waxaa la keenay oo lala yimi abi quxaafa, abu quxaafa waa abubakar asidiiq radi allahu canhu aabihi, yowma alfatxi maalinkii furashadii maka, ilaa rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam, rasuulka ilaahay baa loo keenay, wakaana raasow iyadoo madaxiisa aada moodid thugaama, geedkan la yidhaahdo wancadka ama soonahda. fa qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam, rasuulkii ilaahay wuxuu ihi idhabuu bihi, waxaad u geysaan ilaa bacdi nisaa'i, dumarkiisii qaar ka mida, dumarkii macnaa maxramka u ahaa ama u dhaxay, fal tugayiru, ha bedesho madaxan seen u ciroobay, bishayin waxay mariso, wuxuu doonayaba ha noqdeen, wajanibuhu sawaad, madowgana ka fogeeyo ha madoobeynina. rawaahu aljamaacatu ila albukhaariya waatirmidiya. xadiidkan wuxuu tilmaamayaa ciradii caddayd in la midabeeya inay bannaan tahay, midab kastana waa la marin karaa, liqowli nabiy fal tugayiru bishay, laakiin midabka madowga ayuunbuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u diiday. wajanibuhu sawaad, imaam muslim saxiixiisa waa ku wariyey, laakiin waa intiqaadaan culimada qaarkood oo abu zubayr oo xadiidka jaabir ka warinaya ayaa yidhi laysa min alxadiid, laakiin shawaahid bay leedahay axaadiid iyo riwaayaad kale u markhaati furaya, oo xadiid badan baa ku soo aroortay diidmada la diiday madoobeynta waxa weeyaan timaha. sheekhuna sheekh muqbil la kitaab buu ka qoray taxriimu assawaad, taxriimu alkhidaabi bisawaad, uu ku sheegay waxa weeyaan 12 xadiid oo isxoojinaya oo tilmaamaya nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu diiday timaha in la madoobeeyo. madowga la diidan yahayna waa madowga khaaliska ah ee baraxa tiran, laakiin madowgii haddii midab kale lagu khaldo, midabka kaleo laftiisu muuqdo oo dee madowgii aanu barabixin oo meesha aanu ka saarin, markaa dhibaato yeelan maayo. waxaan muxamed ibni siriina qaala, wuxuu ihi su'iila, waa la weydiiyey anas ibnu maalikin
عن خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كإلهي مدبينتي وتمام مدبيه بالويدي وخضاب يا الصبغ واسكوميد وتغيير لون الشعر بالوجهه تمام مدب كودا الا بدله. فقال وحر انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كإلهي لم يكن ما عين شابا مدع الرئيس الا يسيرا يرمو يعني روايه قال كود لما تنحب عرامد حيس لما سويلين بوك. ولكن أبا بكر سيشاء أبو بكر وعمر بعده النبي قد بدي خضبا تمودي ومدبيين بالحناء حنا يكون مدبيين يا والكتم يجيت ككلا كتم كلا يراهو اتفق عليه. وزاد وحزياد أحمد قال وجاء وايم أبو بكر أو بكر بأبي قحافة أبو قحافة صغى وضع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلا أبوه كان يوم فتح مكة يحمل يسقو السدبة حتى وضعه إلا ودقي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلا إلا وهرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلا وحر لي أبي بكر وحكولي لو أقررت الشيخ وذلك أداد كد إلا هيد في بيتي قري سلاتينا وأو إيم الله هيد معنا محاد سوك اللي افتدوا سوق قاضي قد سكد إسا أنا بقري وقتك إلا هاي تصنع تصنع احترامك يقدرين تددك واويني أي مدينيين تكريمة لأبي بكر ورسولك عليه الصلاة والسلام سيدا أويري ماموس وماموس يا أبو بكر. فأسلم هو إسلامي وأبو بكر محوه كان نبي قوه كان وحدون يين وإسلام ونبي عليه الصلاة والسلام شهادة وقبته. فأسلم هو إسلامي ولحيته يدو قركيسي ورأسه تمام الحيسونة كث غامة أيهين سجيت كون عتك لنا وجيت معروف ودنا كنا كبحه وصمال البريجي هراء وبحي سواحي كسمين كيرين بركموين كان لقوا بوري كيرين لقوا عبين كيرين وأنا جيت مركا وبحي سيا على أنت سباي عديهين هذا كيرا لما يلا عرقة حلا أيو كوب بدن يهاي شاهد مركا تكارك تنو حسونا سامياش ملا أريبا داقي مركو جيت كاسو كوب بدن يهاي عدان ككم موضة كف غامة تباد موسى جيت كون عدك لرادة بياضا حق عدان وتمو عدان بليح أن قدوة عروة بهاي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلا يحر غيرهما مدى حيث يقركي صلى بدب بدلا ومدى بيا وجنبوه السواد مدى وقنا كده يريوها مدى بيننا وحمرك ليس قوة فقصية هاي تماها عداده إلا مدبين كرو وحكرا لسكوا فقصية هاي مجاهد كان أبنى أنت يسقون مدو خالص هذا مستثنى من النهي بإجماع العلماء ولما واحد سكوا فقصيين نك الجهادية الدجال كقال يعني أبنى أنت يتميز سين مدو بيه واسيع يبرك قالوا دوقو قاتان إنه يعني دليرة وحوجة أوجب بقان اللي وده يبدو عداد الدنيا وحوران كران كانوا حبس كعبي ما يوا وعندنا كرتين دين عيسى الله قصور نعم مسلمين واحد كلا لسكوا فقصية هذه تما اللوم مدوبين اللي التغرير ضد كائن لقط ضجه وقبل تما عروبين با تما مدوبين إسا سيا رجو إن عند اللي يراه مودان ويكون خلط إسا هذا لا يجوز النبي وحده من غشنا فليس منا سأسوق لنين كوانين أضياء سوغو ديو هادنا غوردون ياهي تيمي بو مدوبي سو هبلا او خلدو او غو قاتان انو ياهي نن داليرو ولي تيمي مدوون عريسن تاسيره ما بنانا ايدو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرب ان لا استغا او شي بو سيدو اسي انا هين لا يسو موجي النبي عليه الصلاه والسلام وا ديدي وحا سو هري هدي مدوبينتو ان جهاد انو صابين ساسو كلاو جيدادا لغل لي آنا يهين تقرير إن لغو الدقاء قف لبدا حلوحي كسو هارو محلو خلاف لكن علماء دوحي أبدايهين إن آنا بنارين روايدا وجنبوه السوادنا إمام أحمد رحمه الله تعالى سام وقتو صحيحي ويوحي لي وأكره السواد لأن النبي يقول وجنبوه السواد إمام أحمد السواد محدث كي ويناي النبي تيري روايدا تما إلا مدوبيان هو معابول وأي نبي يقول حيري وجنبوا السواد ده الرواية ده ساكتي صدعيف تاين النبي عليه الصلاة والسلام ومطيريين والنبي قال سيدا يري إمام أحمد رحمه الله تعالى مين هذين الكائن الصحيحية وبلانت
xadiid kaloo tiro badan oo umar khaati furaysaana waa jirta. وعن عثمان بن عبد الله بن موهب قال وحر دخل الله وانو قال على أم السلام أيانو قال فأخرجت إلينا وحن وصو صارت من شعر النبي صلى الله عليه وسلم تمين نبي وحكم ذا نبي قلنا مركا دواسيم وطيبا فإذا هو مصابة السوق مخضوبا من مذب كيسا لبدلها بالحناء لقب بدل الحنية والكتم رواه أحمد وابن ماجة والبخاري لم يذكر مشيق بالحناء وبالكتم روحوا الشاقون إن التماء مخضوبة يا هايين إنهم إذا بيسنا هايين وهي حديث كان روحوا الدليل يا هاي نبي عليه الصلاة والسلام تمين سينو مدبيتها سنوح الدليل طاين يا بنان طاين التماء إلا مدبيه مدب كان مدوي رسولك ودي دي مويانه هذا سوى كايري أنس بن مالك نبي عليه الصلاة والسلام عربه ميا لأنه خضاب مصمين رواية كقار كودنا ده سعد باب أويري أنس بن مالك رضي الله عنه وكان رسول الله مما يكثر الطيب قد احمر الشعر فكان يظن أنه مخضوبا ولم يخضب نبي قد أدوك بوادي سمر انك ريتا وحكا لاتي تميس وحوقع عصوص إنا يشان قد أدوك قار با أمه لانك ريتا إنو مدبيي مرم مدبيين بول أنس بن مالك صحابك لانا وحي الشيقان وأنس رضي الله عنه كبدا عبد الله بن عمر وكمدي هاي وكذلك أبو رمثة وكذلك أم سلمة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام تميس ومدي بي وكان أنس بن مالك أرنكا يسوي إنه النبي آدو استعمالين أرنكا سأوجدنا أنس أنو أوجين ومن علم حجة على من لم يعلم qofka ogaaday ba marka hadalkii sala qaadanaya qofkii sheega aan ogeyn de warun baanu hayn ta kale timaa ila midabeeyo nabigu kaleey salaatu salaam amar baabu ku bixiyo umadu waa ku dhiri galay oo nabigu inaanu midabeyn xukunka waxba ka bedeli mayso qowlkiisa aba la hayaa iyo amarkiisa oo cad ayaa la hayaa waxa kale xadiidku dalil yahay in xinna lagu midabeyn karo iyo geedka kale الإرادة الكتم قال الكتم ومحي الكتم سيبن حجر ويري ونبات باليمن ويخرج الصبغة أسود يميل إلى الحمرة وقيد يمن كبحة باش اللقم إذا بيانا وحكدق يمدو عصان إلى نيس فالصبغ الحناء أحمر فالصبغ بهما معا يخرج بين السواد والحمرة marka hadithkan waxa ku caad in nabigu kaleey salaatu wasalaam labada uu israaciyi labada hadii la isku daro waxa ka soo baxaya madow iyo casaan isku jira marka horeba madow khaalis maaha alkatam hadii xinna lagu darana xadiithna waxay tilmaamaysaa labada nabigu kaleey salaatu wasalaam inuu israaciyay hadii xinna lagu darana madowgiisu uu sii fasaxmayaa xagga casaanka u dhawaanaya marka waxa qure laga faa'iideysan karaa waxay tahay وحل الديني إلو ياهي السواد البحث الخالص مدوغ برح ترى مدب كلاانو كتيرين لكن مدوغ يهدي مدب كلاانو قدره ومدب كلاانو وحترى وياهي تيساق اللفتي سي موقنية ومدوغ يهانو ماشا كسارين وحدي باعتام الله ابن القيم حول إن النهي عن التسويد البحث وحل يسدي ذي ومذوق برح ترى فأما إذا أضيف إلى الحناء شيء آخر كالكتم ونحوه فلا بأس به منا لكن هذه مذوق لغو الدارة وحكا لا وطالا حناء عصابة وح مذوق لغو الدارة وحدي باتام الله كايس كتيرك وحدي باتو لي مجيبتو كما ركادتك إما أنت أدي سوي ديانا لدان حناء بلاك أما حناها مذوق هدو مدو خالص سيئة أما مدع حناسي تاموح كلاسي تي مدو النبي عليه الصلاة والسلام الدين هديسة آنو مدو برح ترانان وهاين المدى بكلاء ويساق اللفتي سماشا كم وقانا يأوه ليو واحد باعتام الله وعن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وحي يلبس مدحدة أني عالك به السبتية
كبها لغا سمييي هرق المقديي النعال السبتية وعلى مصنوعته من الجلد المدبوغ كبها لغا سمييي هرق المقديي الذي ليس عليه شعر هرق سيئة مسان تاسيو واحد بغري يعني كؤولين ويصفر النبي عليه الصلاة والسلام وهرودين ترى لحيته وقركيسة بالورس قيد كالعرابة كورودين ترى سيقلبت سنوة قيد يوانك بحاء وحلقوا مدبعين يوزع فران كان ابن عمر وعبد الله بن عمر يفعل متسمية ذلك الرنكا رواه أبو داود والنسائي مدب كمركة أصفر كامهور ديقا إن مضح إياه قركبة لقوا مدبعين كارو أي حديث كان تلمامي هي تميه لما دبيا أصلاني لتأشي جائزة وعلى أبي ذر رضي الله عنه قال وحري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كي لا يحري إن أحسن ما شيء أولا أكسن غيرتم بها تكبة دشان هذا الشيء بعردا الحناء ويئي والكتم وحناء هي الكتم يعني لا بد أن أصعب سيمدوغي وفصخ ما ونقضى ميدو عسان لصعود روى الخمسة وصاع الترمذي رقع حديث كازيسة كل شيخ الألباني وصحيحي لكن سنة كيسو ضعف كما مرنع وعدت الماما ياهون انتميه لما إذا بين كرو وحيابا لقوم إذا بينا يقفي عنتي لبدا صعود الصعود حينوها عسانة يا الكتم واصلان مدوة أولا يسكد داري سيو ماشى وقصوا بحم مدى بسكوتشيرا ويسكوتشيرا عسان يمدو وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا يحر إن اليهود يهودي والنصارى كريستان لا يسبغون تماو ذا ممدى بأيان وخالفهم خلافة إذن كادات مسلمين تتهين رواه الجماعة ويحديث كان وحر تلمام إياه إلى السنة هاي سعلمة وعيوب بدنيهن تماء إلا مذبئيه كرانا دي عروبان ومذب كمر كعدان كها لبدله وخلافة اليهود نوا شيء السنة وتشبه بهم حرام إلا سوء كيسيام بنانا لكن إلا خلافة يدو والسنة إمام أحمد رحمه الله تعالى سبوح إشارة وارنت هسين فرل طيبة الخضاب هو عندي كأنه فرض وذلك أن النبي قال إن اليهود والنصارى لا يسبقون فخالفون وأنا فر الباب إلى مقدابه يري انتمية عدالة مدبئية وأن نبي يهودي النصارى وحيري ما مدبئيان إذن كمسلمين تداتين خلافة أو مدبئية لكن العلم هو حيوب بدنيهين إن السنة ولادة كثير من السلف تموضع عدام بيك قتقين صحابي التابعين يكوى كلبا فسنة واحدة سنة سامدة بينتو إن السنة وانت هاي يعني واجبة هاي وعن ابن عباس قال وحر مرة وحى صومري على النبي صلى الله عليه وسلم رجل ننكا سيو قد خضب تميسي مدبي بالحناء حنكو مدبي فقال وحر النبي عليه الصلاة والسلام ما أحسن هذا لو أنك سنة وحى السمي فمرة وحى صومري آخر متكلا وقد خضب تميسكم مدبيه بالحناء الحنية والكتم يجيت كالكتم لينعظ وقال وحري هذا كم بأحسن وكون أكسن من هذا كا أنا كحناء قول أمريه وحكا كسي ونأكسن كحناء يكتم اسكو داري فمر روحة صومري فمر روحة صومري آخر متكلا وقد خضب حاله تميسكم مدبيه بالصفرة هروب قال وحر هذا كم بأحسن كسي ونأكسن من هذا كله كا هر الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وابن ماجه حديث كسوى ضعيف وحميد بن وهب القرشي بسنة كسوى كتر منكر الحديث وكذلك محمد بن طلحة الكوفي وكثير الخطأ الرمام لك حديث كتر منكر ما انتو أدبوا بنايين حنا قرأ إلا مريه هذا ما فعله عمر رضي الله عنه إن حنا يكتم اللي سكوت دارو النبي قلنا واسمية تا وبكر نواسمية صفراء إلى ماريو ولا هرود لماريو سحديث كابن عمر كتمي وعر النبي عليه الصلاة والسلام السمية لكن
حديث واحد المامسائين الحناء والكتم إلا إسراعية يعني في عنتها النبي يقول عليه الصلاة والسلام إسراعي. وعن أبي رمثة قال وحر كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي قوحها يخضب مدبية تميس بالحناء يكون مدبية والكتم وكان روح شعر تميس يبلغ كوجا على كتفيه دكتيس أو منكبيه أو مقربيس رواه أحمد. وفي لفظ لأحمد والنسائي وأبي داود أتيت وحنوي من النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي أنا وأباهي للصعدة ولو لمة يدى النبي عليه الصلاة والسلام أولي يا تيمو قربها وقارية تيمها سيئو لماذا سيئو بها يدى وكسو غيو مرسية هاي ردع دوب دوب كاسو من حناء حنا حقي كهذا أنا حنا لو قلوا أبدا تنقوا مدبي ردع بالعين المهملة أي لدخل دوب يقالوا به ردع بالإرادة وحباك الله من دم ديقة أو زعفراننا ركاوي حي ماشا لقومي دابيه أي ردع الإرادة ركا حديث كنوحة الله النبي عليه الصلاة والسلام تميسه ومدابيه أنس بن مالك مركو أرن كاد ديدينا وقال لأم باي كدالتاي إنه النبي قبتسن كيرينهم باي تاسي دليلو طاي دام النبي عليه الصلاة والسلام عرّد سواء يرايد بمركو جيريودي إلا سكوت رح إنها هي الكتم إن يتهايس إذا في عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه الله أتي مدار وإلا قربها وقارة واتبنا ما أتاس السنة عبادانا معها وعدد قوم كيسا إسلام لماذا هرتيد بسيدة هيد يعني رقو تما لبحان مركا النبي سيدة وحوية لموافقة لعادة قومه عدد يدقن كي قوم كيسا ووافقي سيدي هوريد ده جيرتي ايوم بكسي السعودي marka lama oran kara arintaas waa sunna ilaahay loogu dhawaado oo cibaado ah lama oran karo bal waxay ku xidhan tahay qofka caadada qoomkiisa adiga caadada qoomkiisa ay tahay in rag u timaa la baxaan wax dhiba ma leeyo timaa la baxo adiga caadada qoomkiisa ay tahay rag u inaan timaa la bixin oo ninka timaa la baxa loo arkay nin dumar ka isu ekeysiyay أما قالوا ما يسكوش بهاي مركامة بنانا والنبي عليه الصلاة والسلام وحلقوا وافق يا إنه عدد قوم كيسة وإلالين كري انت عن الشريعة كاريما إما وحلقوا وافق يا أحد عادة قومه قوم كيسة قضبدي عدد وها وقوم كيسة قضبدي عدد وها دي عادة قوم كاجا خلاف سيهن وهذا قوات سميس النبي كم عدين النبي قوات خلافته النبي يقول حكود ذلك شريعة قوم كيسا إن وافقوا إن تاني شريعة كاريما هذا يقول عدد قوم كاقا ماذا وافقين عدد قوم كي وقت النبي قد شوقي أياد وافق وهذا ليس بصحيح تاسينا صح معه باب جواز اتخاذ الشعر تماء الله يشب الناني ذا أي أبابي هاي وإكرامه بأبابي تميه إلا وناتيه واستحباب تقصيره هي إلا قابيو تيمي آنا آدو ديران سنين تلا سنين وكان لو قضب باستبايا لقف كينو تيمي لبحي كرا وقضب تيمي هديو لبحينو هقاتيو ونظيفيو ونعشيو هي تيمو إنا آدو ديران سدفي عن ايتاي إنو اسكا قابي عن عائشة رضي الله عنها قال طاعتين كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كيلاي تيمي سوحي آيين فوق الوفرة تماها أن مضح كالطلاب أما أن كدقين وككررسا ودون الجمة تماها مضح كدقي إلا دقاها قاري أما إلا قربها قاري أن كوكير بيهاي على يعني لبدا سيود حيين الوفرة يا الجمة. قال المصنف الوفرة والشعر والتماء إلى شحمة الأذن إلا دكت الدعش يد الجاري هذا ما بحكمك كوبين وفرة والين هذا ده إير بده حكدة الدجانة وفرة والين هذا فإذا جاوزها هذه التماء دكت نافان فهو اللمة توي فإذا بلغ المنكبين هذه إلى بده قرب جارن فهو الجمة جمة أيالين هذا وركاتي ما النبي هو فرأيه جمّة
ayay u dhaxeeyeen marka maxay ahaayeen limma wana si xadiidka hore ku cadataytu nabiya maca abi walahu limmatun biha radcun min xina وعن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان وعى يضرب شعره مدي تميسو قادان منكبي لبديس قرب مركا حالة يا كلا الدوانا مرى اتماع النبي عليه الصلاة والسلام اهايان لما ومضى حناء كدقين قرباها راني قادين ايا مرى قرباها قادين والله بحى لو ذا كلا الدوان لبدا الحديث بوحي تلمامي يا على اتماع إلا لبحا إن أي شيء جائز والنبي عليه الصلاة والسلام اتماع لبحا اتماعه لدي سنكره وفي لفظ كان شعره النبي عليه الصلاة والسلام تميس وحي عين رجلا كواد احد حاضر بي عين ليس بالجعد كوا أدق أو أدق أو قيل الله بي ما يعين والصبط من يهين كوا آدو تلعصن واتماع عاجمت سيدي وبدينا أفارقة دانا هين اتماع تشيفا بين أذنيه وعاتقه لبدي سردقود إيا الدكتي سيودحيين تميس حق دررك أخرجاه ولي أحمد ومسلم كان شعر تميس وحن إلى أنصاف في أذنيه إلا لبدي سردقود كالبركود كوا قاعدة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحر من كان له شعر قفك اتماله فليكرمه تميس هذا رواه أبو داود وأنا حديث صحيح فلينظفه بالغسل وليزينه وليدهنه تميس ها نظيفه ها ميره تميس ها وناتيه ها قرحيه ويانو بساس كدلين تميس ها ناشيه وها صبكه ويقف قدام التميس هاجاتين صورة فالحم بو يالانية وصورة دي الشيدان كشبه ده وحنا دعا يسدين نفوهين يكددان وعن عبد الله بن المغفل قال وحرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قوانا يعني الترجل فرشد أمشا ليسقي إلا غبا إن مال ناف لوشا ليستمو يعني إمام أحمد حكوف السيري الغب إنو ياي ترجيل الشعر يوما وترك ترجيل يوما إن مالنا الله فيرو مالنا فيرستي سلقتكو روى الخمسة إلا ابن ماجة وصححه الترمذي وياه حديث ربك تلمانتي تمي إلا هقاتشيو وعشيق وكوحك سي حديث كان تلمام إياه إن الشقية عمل لقد ديقان تماك الشقيين توضا قارهان رقبو ويدمر كأيا أن انت شقد وضعيت أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين كان انكو هدو تميس انك شقية أو قرفير ونستول هايو مرايدنا ويصهر هايو وحو يالان ايا تركي دمر كو كلاتش العسناء انا تكيس اقول الله انها اولاها اداك اي رق السوقية ولهذا رق وحلق الربا رق مسلمين تا إنه أنا حقا تلتلي عدوم أركلام إذ مقل إنه قدوان رق أذك وهو كرلة وحقبان كرا وقعان ذكا شقين كرا لهذا أبو أرنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إخشو شانو تمعددو أذيق كد دالة تلكين تشير أذك إنه نغضو معد ننكي لو أرنكري إسواء كيسيو نمركا تشير أذك أها نبي عليه الصلاة والسلام حتى وحط المام البدادة إن راحضة إيو سقرحين تا ترابة بضانة دي نفط مشقولين إيسان لغتها إن إيمانك كمي تايبا إن البدادة من الإيمان إن البدادة من الإيمان وكاتمي ولا أغاتين إيا ولا نظيفين إيا مركا أي حاجة كينتو حتى هنقو تمالو والبقه لكن إيا دو حاجة آني كينين وتمي نظيفين وباهنا فيرسنا وما باهنا إيا الشنلين إن مالو والبقفك أفيره وكو مشقولة أي حديث كالوحي ويان الدينية ولكن الله أرمض بوال إسكيل علينا تميه إلا قشقي وايو سامانتا إيد سميان للي رفع ربضان أرنقا نوع عاسا قالا دكا قد يدو تميه شهادين تاد مود تمر رامي استي
oo laablaabmay oo isku dul tuulmay oo iskagaystay oo aan la feedhahayn oo la shallaynahayn. Waa arrinkii nebigu uu diiday markuu arkay rajulan saa'ira ra'as, in madaxiisa uu taagan yahay oo timihiisu ay sidii ooda taagan yihiin. Nebigu wuxuu yihi amaa yajidu haada maa yusakinu bihi shacrahu, warkani timihiisa wuxuu ku fadhiisiiyo oo uu ku dejiyo miyuu waayo, maxaana wuxuu mariyo deetana uu feedho timihiisii uu waxa weeyaan seexiyo, waxay timahan sidaa u taagan sidii oodo kale. Imaamu axmed iyo abu daawuud iyo nasaa'iya ayaa wariyey. Marka arrinkaa maanta dhalinyaro badan ay sameeyaan waa arrinkaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu diiday, walaysa hada min akraami shacr, timaha hagaajintoodii iyo wanaajintoodii iyo ka shaqayntoodiina arrinta noocaasi ka mid maaha. Dhinac kale haddii laga eegana waqtigan aynu ku jirno dee arrintaasi waxay ka mid tahay min atashabu bilkufaar, gaalada weliba noocyada liita ayaa sidaa yeela, dhalinyarta sidaa samaynayaan, hadda iyaga ayay kaga dayanayaan. وعن ابي قتاده انه كانت له حاو سغنيد جمبه با سغنيد تيمو غربا غاده ضخم واد وين. فسال النبي صلى الله عليه وسلم نبي ايو ويدي فامر ونبي هو امري يحسن الى ان وناجيه وان يترجل ان فيده كل يوم من مالك استر وهو النسائي. حديث كان ضعف في سنه كيس كجرى محمد بن المنكدر يا ابو قتاده كورين ولم يسمع منه تلوح على سكو خلافه في وصله وارساله وصحيح انه مرسل inaan sanadkiisu xidhiidhsanayn baa sax, matnigiisana iskhilaaf baa ku jira. Riwaayadana waxay tilmaamaysaa maalin walba inuu feedhan jiray. Riwaayad kalena waxay tilmaantay annahu kaana yatarajalu yowman bacda yowm, oo xadiidka marfuuca ayay waafaqday, tilmaamaya maalin walba inaan la feedhan ee laga maalin boodo feedhashada. Haddii uu ansixi lahaana waxaa lagu fasiri lahaa si xadiidka hore markaynu marayna baa aynu tilmaanay, ma yaxtaaju ilaa dalika, qofka timihiisa hadday u baahan yihiin maalin walba inuu feedho oo hagaajintoodii taa ay ku xidhan tahay isagu maalin walba waa feedhi karaa. Laakiin qofka timihiisa aanay u baahnayn ay kuma filan tahay inuu sidaa gacmihiisa uu ku yidhaahdo ama biyirsaa si uu u mariyo ayaa la diidayaa inuu maalin walba timihiisa waxa weeyaan uu feedho oo uu ku mashquulo. Allahu aclam. Waxka billahi tawfiiq, wasala allahu cala nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalama tasliiman kaiira.